هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عندنا فيديو جديد النهاردة بيختلف شوية عن الفيديوهات اللي احنا بنعملها. حبيت اقدم لكم السودا اللي موجودة عندنا بأطعام غريبة اول مرة اشوفها. انا في حاجات اول مرة اشوفها، وانا متأكدة ان في حاجات كتير جدا لو مش معظمهم انتوا اول مرة تشوفوها برضو. فحبيت افرجكم على الانواع اللي موجودة هنا. في انواع بتبقى موجودة فترة محدودة، وفي بتبقى انواع موجودة طول السنة. زي كده في مصر في انواع بتنزل بيجربوها، يعني زي برضو في الشيبس وفي حاجات كتير بيجربوها فترة. وساعات بقى الحاجة اللي بتبقى حلوة بتتباع كتير بيرجعوها تاني لفترة برضو محدودة، يعني مرة مثلا في السنة، 3 4 شهور كده في السنة، ويبطلوها ويرجعوها السنة اللي بعدها وكده يعني. فأنا هقول لكم الأطعام لو هي موجودة طول السنة ولا لأ. في الأنواع الموجودة قدامكم أهي، زي انتم شايفين في 7 أنواع قدامي أهم. احنا بقى هنبدأ، طبعا اللي جاية تساعدني، هنبدأ من أول هنا. هوريهم ديت، هنوريهم ديت. أيوة امسكيها كده، ورينا فرجينا. دي اول واحده، احنا النهارده مستلفين اوضه ليلى منها. دي استني، هتروحي فين؟ رايحه فين؟ ماشي تعالي يلا اقعدي. دي اسمها كاكتس كولر. كاكتس كولر ديت، كاكتس كولر دي الشركه، وديت طعمها برتقان واناناس على بعض، يعني دوت صودا بطعم البرتقان والاناناس. اول مره كنت اشتريه واجربه كان من حوالي شهر او كده. انا بحب اساسا عصير البرتقان، ومحمد بيحب عصير اسمه ايه، الاناناس. فانا قلت اجيبه نجربه ونشوف يعجبنا ولا لا. فهو طعم الاناناس يعتبر واخد يعني دوره اكتر عن البرتقال. الاناناس طعمه اكتر، باين اكتر يعني. انا ما بحبش الاناناس قوي، بس هو برضو طعمه مقبول يعني، انا اشربه لو هو قدامي، انما انا ما اروحش اشتريه شخصيا. فطول ما هو موجود قدامي مقبول يعني يتشرب، انما انا عن نفسي مش هروح اشتريه مخصوص عشان اشربه. فده اول واحد. انما انتوا لو بتحبوا الاناناس ده هيبقى جميل جدا، والسودا فيه مش جامده يعني، حلو قوي. في بقى دوت، ده اللي بعده، دوت الشركه بتاعته اسمها الشاستا، ده اللي هتوريه لنا اهو. دوت شاستا، ودوت من غير كافيين، فدوت ما فيهوش الحاجة اللي بتفوق. ماشي هتساعديني. دوت الشركة دي مشهورة قوي هنا في أمريكا، اسمها شاستا، وديت بالكيوي والفراولة، طعمها جميل جدا. طبعا طعم الفراولة باينة أكتر عن الكيوي، بس لو انتوا بتحبوا الكيوي وبتحبوا الفراولة خصوصا هتعجبكم قوي. عاملة زي الفانتا بتاعت الفراولة، بس مش فراولة، بس تحس ان في طعم كده مخلوط جوه اللي هو الكيوي دوت. فطعمها جميل جدا. انا عن نفسي بحب السودا بتاعت الفراولة، جميلة جدا. بحب الفانتا البرتقال، بحب اروح اجيبها من مصر. وانتي برضو تحبي ازي؟ انا قلت برتقال ازي فراولة، انتي بتحبي الفراولة؟ ماشي استني بس نخلص دي الاول. فديت الشاستا فراولة بالكيوي. ماشي هنخش بقى في اللي بقى، هنخش في اللي بعديها. ديت هاتي دي يلا، ديت شركة ماونتن دو. ماونتن دو هنا في أمريكا بتخترع حاجات غريبة، فدي من أولها. في 3 ماونتن دو هنا هو. فأول حاجة فيها، هما مضمنين إن ما أكتر من التلاتة دول، في أنواع كتير جدا، وفي منها بتتباع في المطاعم بس، زي في ماكدونالدز أو في المحلات ديت، بتبقى موجودة بس في المطعم، بتبقى جميلة جدا. دوت بقى ماونتن دو اسمه ميجر ميلون، اللي هو بطيخ زي انتم شايفين مرسوم عليه بطيخ ولونه بامبا. في بطيخ هنا، بطيخة هنا، بطيخة هنا، في البطيخة ديت برضو، يعني هو كله مليان بطيخ. ودوت انا بموت في حاجة اسمها بطيخ، فدوت جميل قوي. اي حد بيحب البطيخ او بيحب اي حاجة بطعم البطيخ ده هيعجبه جدا. اي حد ما بيحبش البطيخ ما يجربوش، او ممكن يجربه يعني، بس انا متأكد اني مش هيعجبه. انا بحب البطيخ فهو بيعجبني جدا. فدوت ماونتن دو بطعم البطيخ. وزي ما قلت لكم ماونتن دو عنده اطعام كتير جدا في امريكا غريبه، وده واحد منهم. عندهم كمان حاجه اسمها باها بلاست، وعندهم حاجه اسمها لايتنينج حاجه مش قادره افتكر ايه، في كي اف سي بس، تتباعيني في كي اف سي بس. يلا ليلى هاتي اللي بعديه. نجيب ديت،
دي اهي ماونتن دو رقم 2. دي تاني واحده، دي ماونتن دو اسمها فروست بايت. فروست بايت عارفين لما التلج بيبقى مش تلج، اللي هو الميه ما بتبقاش تلج، لسه بتبقى عامله زي التلج بس الخفيف اللي بيتكسر، اللي بيتكسر في الايد دوت، هو ده الفروست. سو دوت المفروض ان هو طعمه، خلينا نشوف هو مكتوب عليه ايه، عشان انا بصراحه يعني مش عارف اوصف لكم الطعم. انا بقول عليه توت بس هو مش توت، يعني هو تحس ان هو طعم التوت بس على خفيف قوي، مش التوت الوحش. اوكي مش طعم التوت الوحش. ف انا عاوزة اشوف مكتوب عليه هو اساسا ان هو طعمه ايه، بس انا مش لاقيه اي حاجة، هو بس مكتوب عليه الاسم. في منهم بيبقى مكتوب عليهم طعمهم ايه، ده مش مكتوب، بس انا بعتقد ان بيبقى مكتوب على الازازة او الكرتونة الكبيرة بتاعته. بس ده تحسه ان هو توت كده مع برتقان، مش عارفة، هو طعم غريب بس هو طعم حلو قوي. دوت والبطيخ اكتر اتنين سودا انا بحبهم، بالذات البطيخ. برضو البطيخ طعمه مش بطيخ قوي، يعني هو تحس ان هو بطيخ مخلوط مع حاجة، يعني دوت شايفين مكتوب عليه هنا دو مع البطيخ، فدوت مكتوب عليه الطعم بتاعه، انما التوت مش مكتوب عليه. فكده بقى هنخش في الرابع، الخامس قصدي، ده الخامس اهو برضو ماونتن دو. دوت ماونتن دو زي انتم شايفين مرسوم عليه الجينجر بريد مان. دوت بيبقى بسكويت مشهور قوي في امريكا وقت كريسماس، بيبقى على شكل راجل صغير كده، هو ده اهو اسمه الجينجر بريد مان، بيبقى معمول بالجنزبيل والقرفة وحاجات كتير زي كده، اهو ده شكله كامل، معرفش انتوا تعرفوه ولا لا. بس دوت الماونتن دو بتعمل الجينجر بريد، سو دوت بطعم البسكويت دوت. ليلى هاتيهم هنا عشان ميعوش. فهو مدي على جنزبيل وعلى سكر، هو طعم برضو غريب قوي تحسوه، انا اول مره لما شربته، هو لسه نازل جديد الايام ديت ايام كريسماس، يعني انا اول ما شربته حسيت اني في حاجه غلط، حسيت اني انا المفروض الطعم دوت مش يتشرب، المفروض ان هو يتاكل، فهو طعمه برضو غريب قوي، هو حلو بس هو غريب في نفس الوقت. ده عامل زي البرتقال بالاناناس، هو لو قدامي هشربه، انما انا مش هروح اشتريه او مش هروح ادور عليه، انما الماونتن دو البطيخ والكحلي اللي هو الفروست بايت انا هروح اشتريهم، عشان هم حلوين جدا 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 بحبهم قوي. فهو ده الجينجر بريد، ده رقم 5. ودوت من جوه لونه ابيض، لما بدلقوه في كوبايه فيها تلج بيبقى لونه ابيض كده، لونه غريب، فهو حلو، محمد بيحبه جدا. دوت النوع ده، وهنخش بقى على النوع اللي بعده. هتمسكي يا ليلى، يلا. دوت بقى البيبسي، البيبسي المشهور اللي الناس كلها بتحبه، بس ده مش بيبس عادي، ده بيبس بالكريز. وانا عارفه انت تقول ايه ده، ده اكيد طعمه زي الدواء، ده اكيد طعمه وحش جدا. لا صدقوني، البيبسي كريز بتاع مصر يختلف عن بتاع امريكا، بتاع مصر فعلا طعمه وحش. انا بحب بتاع امريكا جدا زي ما انتم شايفين، انا مش رياء، ولما جربته في مصر هو والكوك او الكوكا كولا كانوا طعمهم مش حلو، يعني في مش قادره افتكر انهي شركه فيهم، بس انا معتقد البيبس كان في بيبس بطعم التوت او حاجه زي كده شربتها، كانت حلوه يعني مقبوله، بس مش حلوه زي بتاعت امريكا. بتاعت امريكا طعمها مش دواء خالص وطعمها جميل قوي، بس معظم المصريين لما بيشتروه بيقولوا ان هو طعمه زي الدواء. محمد لما داو اول مره ما عجبهوش، امي لما بتشربه بتقول لي طعمه وحش جدا، ففي ناس كتير اكيد مش هيعجبها، بس انا من نفسي اقول لكم جربوه، ممكن يعجبكم ممكن ما يعجبكوش، لو عجبكم اديكم غيرتوا، لو ما عجبكوش اديكم جربتوا وعرفتوا ان في حاجه مش عاجباكم. واخر بقى نوع هو ده، ده نفس الشركه الشاستا بتاعت الفراوله بالكيوي، بس دوت بقى معمول بالجريب فروت. انا ما اعتقد اني في مصر ما فيش اي سودا معموله بالجريب فروت، فدوت طعمه جميل قوي، تحس انه مزز كده بس مزازان مش وحش، المزازان اللي هو الحلو اللي يتشرب العادي اللي هو حلو كده. وده برضو من غير كافيين، كل شركة شاستا ما فيهاش كافيين، في منها كمان الشاستا كولا اللي هي زي البيبس كده او زي الكوكا كولا، برضو من غير كافيين، فلأي حد مش عاوز كافيين يجيب الشاستا، شركة شاستا. فهو ده الجريب فروت دوت، زي ما بقول لكم طعمه حلو برضو ومزز كده، يعني طعمه جميل، مش طعمه طبعا زي الجريب فروت الاساسي عشان دوت هيبقى صعب قوي ان هو يتشرب، انما ده طعمه حلو قوي. اتمنى يكون فيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي. تقولي لهم باي ليلى، قولي لهم يعملوا لايك، وريهم زي يعملوا لايك، لا لايك كده كده، وريني
ايوه اعملوا لايك عشان نايلة عملت لايك. علمناكي ازاي تعملي لايك. اوكي ليهم، باي.